ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده إيه هنتكلم عن العناية بالأسنان، فلو عايزين تتفرجوا على الفيديو تابعوا للآخر. أول حاجة هنتكلم فيها عن العناية بالأسنان عشان تبقى أسناننا كده نظيفة وحلوة وبيضة. مش هنتكلم عن البياض الناصع او السمايل هوليود او اي حاجة من الحاجات ديت، بس هنتكلم عن النظافة الطبيعية، البياضة الطبيعية، الحاجة اللي تخلي مظهرنا شكلها حلو وعسولة وتبقى كده يعني حاجة بنت ناس قوي يعني. تمام، اول حاجة عايزة اقولها لكم ان احنا لازم، انا هقول لكم على تجربتي مع بعض المنتجات كده ومع بعض فيها. تمام، بصوا انا جربت في غسولات السنين او كده في المعجون، جربت الثلاث انواع دول. خلاص، دول اول حاجة جربتها طبعا سيجنال المعروف يعني. بصوا دوت انا لسه جايباه بالظبط بقالي شهرين او كده، عجبني جدا. ده بجوز الهند، ريحته جوز هند قوي قوي، انا بحب ريحة جوز الهند، ريحته جوز هند، ريحته عسولة كده في نفسها. هو دوت انا جايباه للتبييض، هو اصلا مكتوب عليه ان هو بخلاصة جوز الهند والنعناع لاستعادة بياض الاسنان الطبيعي. اهوت ده عجبني جدا يا بنات، وبينظف الفم حلو جدا وبينظف الاسنان جدا. لغاية دلوقتي حاسة فيه بياض بس خفيف قوي بصراحة، مش البياض القوي اللي المفروض كده، بس بينظف حلو وريحته حلوة وطعمها حلو، فحبيت دوت قوي قوي قوي. تمام، نيجي بقى للمعجون السنان دوت. انا اتكلمت عنه في الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني ولا لا، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. انا ده ما حبيتهوش يا بنات، بس ممكن بنات تانية تحبه. تمام، فمش عارفه ريحته بالنسبه لي كانت وحشه وطعمه كان بالنسبه لي وحش، اللي هو بالفلفل الحلو دوت. بينظف حتى يعني من كتر ما انا ما حبيتهوش حاسه ان هو مش بينظف اصلا، فمش عارفه. تالت حاجه استخدمتها كولجيت. كولجيت برضو حلو جدا وممتاز وبينظف جدا السنان وبيديها كده انتعاش وبيبيضها، وطعمه نعناع، طعمه نعناع جامد شويه بس حلو جدا. انا بحب النعناع في الاسنان بالذات. فدول الثلاث معجون الاسنان اللي انا جربتهم ورايي في كل واحد فيهم. خلاص، كمان لازم نختار فرشه الاسنان اللي تريحنا. لو انتي سنانك حساسه جدا يعني بلاش تجيبيها هارد، بلاش تجيبيها اللي هي القويه جدا على الاسنان، ممكن تجيبي حاجه سوفت. انا دايما اسناني وانا بغسلها يعني زي ما بتنزل دم كده، فحساسه جدا مش بتستحمل. فجربت كذا فرشه سنان ما عجبتنيش، فاكتر حاجه عجبوني هما من سنسوداين اهي. ودي برضو من سنسوداين، هي دي بتاع جوزي ودي بتاعتي. تمام، عجبونا جدا، حلوين جدا، سوفت جدا على الاسنان مش بتعورها. وكمان لو تلاحظوا فيها حاجات يعني مش متساوية، لا هي حاجات داخلة لجوه وحاجات لبره، بتنظف جدا، بتجيب لك كل حتة في الاسنان اهوت. بصوا فناعمة جدا على الاسنان وبتنظف الاسنان حلو جدا وعجبتني قوي. واول مرة كنت اجرب حاجة اصلا من سنسوداين، حتى مجربتش المعجون بتاعها، بس الفرش بتاعتهم حلوة جدا وعجبتني وكانت ناعمة قوي على البشرة. وكمان يا بنات الفرش الاسنان لازم تتغير كل 3 شهور، ما ينفعش نقعد بيها اكتر من كده لانها بتتكون بكتيريا وحاجات كده، وهي محطوطة اي نعم متغطية او كده بس برضو. وعامة انا يعني مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين بحطهم في ميه مغليه وبخل وبنضفهم كويس جدا برضو، تحسبا لاي بكتيريا او اي حاجه من الحاجات ديت. كمان عايزه اقول لكم على الغسولات اللي انا جربتها. لازم تستخدمي غسول، الغسول في ناس كتير بتقول ان هي مش حاجه مهمه او مش من حاجه ان انا اجيبها او اضيع فلوسي عليها، على اي حاجه مهمه على فكره. الغسول بتستخدميه مره الصبح ومره بالليل اول ما بتصحي عشان ريحه الفم تبقى حلوه، تديكي كده انتعاش وتحسسك بالنظافة والحيوية، فلازم يعني لازم تستخدميه. تمام، وبالليل علشان تصحي برضه ريحة فمك حلوة. تمام، وخصوصا بقى يعني لو انتي متجوزة يعني اللي هو مينفعش تصحي
ريحة النفس بتبقى صعبة او لسه او وانتي لسه صاحية، فلازم تستخدمي غسول الفم. يعني بشوفها من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، انتي لازم تستخدميها، وخصوصا لو انتي واحدة متجوزة. تمام، انا جربت دول تمام، من لونا تراي تيكت واورفيكس. انا قلت رايي عنهم، هسيب لكم برده الفيديو في الديسكريبشن بوكس تحت. حلوين، بس برده مش موضوعنا النوع. الموضوع ان انتي لازم تستخدمي الغسول، لانه بينظف جدا كمان الفم وبيسيب ريحه الفم حلوه جدا سواء الصبح او بالليل. خلاص، اخر حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم تكون عندك في روتين نظافه سنانك هي الخيوط بتاعه الاسنان. تمام، انا كان اول حاجه اول مره استخدم حاجه من اورال بي، الاسنان خيوط الاسنان بتاعتهم بتيجي كده بتتفتح وبتستخدميها كده، فيها زي مجرى وبتسحبي الخيط وبتنضفي اسنانك بعد كل وجبه. تمام، معموله رفيعه كده علشان ما توسعش الفروقات اللي ما بين الاسنان، وتنضف الاسنان جدا، حلوه جدا وكمان سهله ان هي تتحط معاكي في الشنطه لو انت هتاكلي بره او كده. فانا بشوفها من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون عندك وموجوده معاكي، بتسهل عليكي حاجات كتير، بتسهل عليكي الاحراق حتى لما بتكوني بره، وبيبقى فيه بقايا في الاكل في اسنانك، فدي حاجة ما بفضلهاش خالص. فمن الحاجات الحلوة جدا ومش غالية خالص، مش عارفة ب20 جنيه او حاجة، وبتقعد معاكي كتير. انا جايباها بقالي 7 شهور متهيألي، فاللي هو قاعدة معايا كتير ولسه من جوه. مش عارفة هعرف افتحها لكم ولا لأ، ثواني اهيت. بصي قد ايه هي اصلا وقعت اهيت، ايه، فبتقعد معاكي كتير جدا. يعني انتوا متخيلين، بقول لكم قعدت معايا قعدت معايا 7 شهور، فكتير قوي يعني، فمش هتخلص. وسعرها حلو جدا بالنسبة ان هي قعدت معايا كل دوت. تمام، وفي انواع تانية في من شركات تانية، انا مجربتش بصراحة غير ديت من اورال بي، حلوة جدا. بس بنات، فدي ده روتين اسناني، من غسول للمعجون للفرشة للاختراع دوت. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى اشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس تعملوها منورة كده، ولا كتير 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 للفيديو دوت. اشوفكم على فيديو تاني، بحبكم جدا، باي باي.